السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة يا جماعة هيكون بخصوص التعريفات. هنتعلم مع بعض ازاي ناخد نسخة من التعريفات الموجودة عندنا على جهاز الكمبيوتر البي سي او اللابتوب. طبعا الموضوع ده بينفع اكتر في اللابتوب طبعا عشان بيبقى معظمنا مع اجهزة عليها نسخة ويندوز اصلية، بيبقى عليها ريكفري، بيجي عايز ينزل ويندوز ما بيقدرش يجيب التعريفات دي تاني. تمام، كنت عامل شرح قبل كده على القناة ازاي تاخد نسخة من التعريفات ببرنامج درايفر باك جينيوس، لكن في ناس قابلتها مشاكل مع البرنامج. فالنهارده ان شاء الله جايب لكم برنامج صغير جدا مساحته 2 ميجا اسمه دبل درايفر، نسخه محموله يعني مش محتاج انك تثبته، نسخه بورتيبل. تمام، كل اللي عليك ان انت هتروح على الموقع ده وتدوس على كلمه داونلود ناو، هيبدا معاك تحميل البرنامج زي ما احنا شايفين 2 ميجا. تمام، بعد ما تحمل البرنامج هينزل لك ملف مضغوط بالشكل ده، كل اللي عليك انك هتدوس عليه كليك يمين وتعمل اكستراكت هير، هيدي لك فولدر جواه البرنامج. هتفتح الفولدر هتخش على الايقونه او تدوس على الايقونه بتاعت اللي هي اسمها دي. تمام، هتدوس عليها مرتين هيفتح معانا البرنامج زي ما احنا شايفين. الواجهه بتاعته بسيطه جدا، مفيش فيها اي صعوبه. كل اللي عليك عشان تاخد نسخه من التعريفات بتاعتك دلوقتي هتدوس على كلمه باك اب، وبعدين هتحط او هتدوس على سكان كرنت سيستم، هيجيب لك كل التعريفات اللي موجوده في الجهاز بتاعك. تمام، طبعا انت من هنا بتقدر تحدد انت ايه التعريف اللي انت عايزه وايه اللي مش عايزه. لو انت مش عارف انت ايه التعريفات اللي انت عايزها والتعريفات اللي مش عايزها او التعريفات المهمه واللي مش مهمه، هتسيب كل حاجه زي ما هي، هو هيبقى محدد لك شويه تعريفات عليها علامه صح كده. تمام، الصوت طبعا والشاشه والانترنت والبلوتوث والوايرلس وكل الكلام ده طبعا بيبقى هو معلم لك عليه. لو في حاجه معينه انت مش عايزها زي مثلا البلوتوث بتشيل من جنبه علامه الصح. تمام، حاجه اللي انت عايزها بتسيبها متعلم عليها عادي. بعد ما دوست على سكان كارنت سيستم هتدوس على باك اب ناو. تمام، وتختار المكان اللي انت عايز ينزل فيه التعريفات وليكن مثلا الديسكتوب، وهقول له اوكي. وهنا بيقول لك انت عايز التعريفات تنزل جوه فولدر ولا عايزها تنزل على شكل ملف مضغوط. انصحك انك تنزلها في شكل ملف مضغوط عشان مفيش اي حاجه تتمسح من جواها. تمام، لو فولدر ممكن اي تعريف يتمسح ما تعرفش تجيبه تاني، فخليها الاختيار التاني اللي هو كومبريست زد اي بي. بعد كده اقول له اوكي، هيبدا ياخد نسخه من التعريفات بتاعتك. تمام، هتستنى لحد ما يخلص خالص، مش بياخد وقت هو. تمام، هنا بيقول لك كومبريسنج، بيبدا يضغط التعريفات في شكل ملف زد اي بي عشان مفيش اي حاجه تتمسح منها. هتستناه برضو لحد ما يخلص لحد الاخر. تمام، هنا قال لك سكسسفولي، خلاص هتقفل، هتقول له اوكي وتقفل. ده الملف بتاع التعريفات، طبعا بيبقى عليه اسم الجهاز بتاعك والموديل بتاعه وتاريخ التاريخ اللي تم فيه اخذ نسخه من التعريفات. تمام، دلوقتي انا هفترض مثلا ان انا نزلت ويندوز جديد وعايز ارجع التعريفات دي مكانها. طبعا انت التعريفات دي بتشيلها في اي مكان جوه في الكمبيوتر، في الدي او في السي في الاي او في الاف عشان ما تضيعش منك. تمام، طبعا مش بتسيبها على الديسك توب كده. بعد كده بتروح تفتح البرنامج تاني. تمام، وبتدوس على الايقونه بتاعت الدي دي مرتين عشان ترجع التعريفات مكانها بعد الويندوز الجديد. بتدوس على كلمه ريستور وبتدوس هنا يس، هيقفل البرنامج ويفتح معاك من جديد، وتدوس على ريستور تاني. تمام، وبعدين تعمل لوكيت باك اب، بتختار من هنا كومبريزد عشان احنا الملف بتاعنا مضغوط، وبعدين بتختار مكانه من هنا، ده الملف اهو، بتقول له اوبن. تمام، بعد كده اوكي، بيبدا يفك الضغط عن التعريفات. استنى لحد ما يخلص خالص. تمام، ادالك التعريفات اللي انت اخدتها قبل كده او خدت منها نسخه اهي كلها، برضو اللي انت مش عايزه وتشيل من جنبه علامه الصح، لكن اعتقد ان كلها انت يعني هتبقى محتاجها. تمام، بعد ما فتحها لك هتدوس على كلمه ريستور ناو، وهيبدا ان هو يرجع لك التعريفات مكانها. طبعا انا مش هقدر ادوس على ريستور ناو دلوقتي عشان انا لو دوست على ريستور ناو هتحصل عندي مشاكل في التعريفات، لان التعريفات عندي موجوده بالفعل في الجهاز. بمجرد ان انت تدوس على ريستور ناو هيبدا يرجع لك التعريفات مكانها، الانترنت والصوت والشبكه والوايرلس والكلام ده كله والبلوتوث، طبعا كل ده هيرجع مكانه. تمام، ممكن برضو بعد ما تدوس على ريستور يظهر لك مربع التثبيت اللي هو نيكست نيكست فينيش، ده معناه ان هو بيقول لك ان في تعريفات محتاجه تتثبت، فانت ثبت وامشي معاه لحد الاخر، مش هتخسر حاجه من غير اي مشاكل. تمام، اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم، تكون الناس استفادت منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.